السلام عليكم متابعيني الأعزاء. النهاردة هنستعرض مع بعض منتج جديد من شركة بوش، هو المفك اللي هو بالشحن 3.5 فولت، وده موديل بتاعه اسمه جو 2 اللي هو الجيل الثاني، وده عبارة عن مفك ومعاه 2 راس صليبة امباكت ضد التآكل طبعا، مدون على العلبة بتاعته ان هو 5 نيوتن متر، وبيستغرق في الشحن بتاعه 60 دقيقة علشان يوصل ل80%، وان البطارية بتاعته 3.6 فولت. لو جينا بصينا هنا على التاج بتاعته هنلاقي مكتوب جين تول اللي هو السكند جينيريشن، هو باللغة الانجليزية اسمه طبعا كوردلس سكرو درايفر. لو جينا بصينا على ظهر العلبة هنلاقي ان بيجي المفك، وده الظهر بتاعه اللي بتشحن منه، وده المكان اللي بيركب فيه الراس، مقاس طبعا الراس اللي بتركب او السن اللي بتركب في الراس 1/4 بوصة، وهنا مدون ان فيه تورك سيليكشن، بتختار العزم اللي انت محتاجه في الشغل، وبتشحن عن طريق اليو اس بي، وفي زرار اون اوف. نبدأ نفتح العلبة مع بعض. هنلاقي ان هو بيجي في علبة بلاستيك عليها لوجو بوش وليها لوك بلاستيك عشان مفيش حاجة تقع منها، حاجة قيمة جدا، خليها على جنب. بيجي تاني في العلبة كتالوج بعدة لغات، دليل التشغيل، محتاجين نقرا طبعا عشان نعرف مميزاته، بس طبعا هو زي اي مفك، وبما اني كان عندي الجيل الاول فانا عارف بيشتغل ازاي وايه مميزاته. نبدا نستعرض مع بعض العلبه. بيجي فيها المفك، ده شكله، عليه غلاف بلاستيك، نبدا نشيله. ده شكله الجيل التاني، الراس بتاعته دي لونها اسود، طبعا هو مختلف في حاجات تانية يعني مش هيميزها غير اللي كان عنده جيل اول او اللي عمل سيرش عليها. طيب ده زرار الباور، كده هو مش هيشتغل لان ده المؤشر ده موجود في النص، فيا اما بننزله لتحت يا اما بنطلعه لفوق، هو 3 حركة، ونضغط على زرار الباور فيشتغل. طيب دي الطريقة الأولى لتشغيله. الطريقة التانية ازاي هنعرفها مع بعض بعد كده. وهنا في زي لمبة ليد بتبين ان هو مشحون اللي هو بينور اخضر، ومن هنا في مكان بيركب فيه اليو اس بي، نوعها تقريبا مايكرو يو اس بي، هنشوف الكابل اللي جاي معاها ايه. وده طبعا الراس بتتحرك يمين وشمال عشان تتحكم في العزم، انا مش قادر اعملها بايد واحده لاني بصور، محتاج يتمسك كويس وتتلف. مدور عليه من الخلف بوش جو 3.6 فولت، ميد ان ماليزيا، طيب بيجي معاه هنا ايه في العلبه؟ بيجي معاه 2 راس او 2 سن بتركب في الراس امباكت، هما 2 صليبة بعكس الجيل الاول كان بيجي معاه سنون كتير، بس انا شايف ان دول قيمين جدا يعني، لان كلنا دلوقتي عندنا في بيتنا سنون للمفكات دي لا حصر لها وما بنحتاجهاش كلها يعني حسب ما احنا هنشتغل حاجة معينة. ادي الاولى وادي التانية، دي المقاس بتاعها BH2 والاولانيه BH1. هنا في هنا زي في زي كتالوج مصغر ازاي بيتم استخدامه، نشوف في حاجه تانية جايه معاه ولا لا. في كابل الشحن بتاعه
دي بتركب في اي راس شاحن موبايل عندنا، ودي بتركب في الجهاز اللي هي الناحية دي المايكرو يو اس بي. خلينا نجربه بسرعة. هنركب الراس، السن في الراس، وعلشان نربط بنحرك المؤشر ده لتحت. وعندنا طريقتين، يا اما بنضغط على زرار الباور فيبدأ يلف، يا اما الطريقة التانية. طب هنشتغل، هنجيب قطعة خشب عشان نجرب مع حضراتكم، وده مسمار عادي جدا، سن صاج، صليبة. الطريقة التانية لاستخدامه كالآتي: هنحط السن في الراس في المكان من غير، يا اما بضغط على الزرار زي ما قلت لحضراتكم وهيبدأ يلف. طيب كده خلاص المسمار ركب لايه؟ للاخر. طيب الطريقة التانية ازاي؟ خلينا الاول نطلعه برضو بنفس الطريقة. اول حاجة عشان نفك المسمار نطلع المؤشر لفوق ونضغط على الزرار، هنلاقيه طلع بكل سهولة معانا. خلاص طلعنا المسمار. طب احنا عايزين نركبه بالطريقة التانية اللي هو طبعا احنا مشترين المفك عشانها المتطورة. هننزل المؤشر لتحت تاني، بس مش هنضغط على الزرار ده المرة دي. كل اللي هنعمله هنمسك المفك ونضغط ضغط عليه لتحت كده، هيبقى اوتوماتيك هينزل المسمار هيتربط. طيب نفس الطريقة دي عايزين نعملها عشان نطلع المسمار. نطلع المؤشر لفوق حركتين ونضغط برضو ايه لتحت. طبعا انا عامل هنا العزم على زي ميديوم او متوسط، في لسه ماكس وفي الاقل حسب انت هتستخدمه في ايه. يعني لو حاجه دقيقه في لابتوب في موبايلات في اي حاجه هتعمل المينيموم بتاعك او العزم القليل. اقصى حاجه دي تستخدمها لو المسمار في مكان شاقي. يعني اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا دعم للقناه بلايك وشير، وشكرا لمتابعتكم.